طيب خلينا بقى نخش في الجزء البراكتيكال اللي انت عملت الشغل كله وعايز تبتدي ترن السيستم بتاعك. فانت جهزت الروت فايل سيستم بالشكل ده والبوت بارتيشن. اهم حاجه بس عايزين نفتكرها كده ان انت الكوماند لاين ده ظابط فيه البارامترز دي، ان انت مفهم مثلا انت شغال على سيريال صفر اللي هو يو ارت صفر وشغال بالبود ريت 11500 ومثلا الكونسول بتاعك تي واي اس صفر والروت بارتيشن بتاعك موجود على الميموري كارد بارتيشن 2 وهكذا. اوكي ده يعني بس افكرك بس بالكوماند لاين ده، مهم قوي ان انت تعمل الحوارات دي. وبعد كده تعالى ان ام ماونت الاس دي كارد بتاعتنا، واروح احط الاس دي كارد بتاعتي على على الراسبري باي بالشكل ده كده كويس. والتوصيله كالعاده باي ذا واي هتلاقوا كل حاجه، انا ظبطت الريبو حطيت الحاجات بتاعت البيزي بوكس، تقدر تشتغل من على الريبو تكوبي يعني وتادجست شغلك. وبرده الفايل الكوماند لاين فور اكزامبل هتلاقيه موجود هنا اهو السي ام دي، لو انت حابب تاخده حتى كوبي بيست ما فيش اي ادنى مشكله. الراسبري باي ده البنات بتاعتها انا جاي بيو اس بي تي تي ال عشان اقدر اشوف الكيرنل مسجز واقدر اتعامل معاها خلال اليو ارت. فاليو اس بي تي تي ال عندها تي اكس وعندها ار اكس وعندها جراوند، الثلاث اسلاك دول ببتدي اوصلهم. الجراوند ببتدي اوصلها بالجراوند اللي موجوده في الراسبري باي، والتي اكس دي ببتدي اوصلها بالار اكس في الراسبري باي، والتي اكس هنا في الراسبري باي ببتدي اوصلها بالار اكس اللي في الراسبري باي اليو اس بي تي تي ال. ودي طبعا توصيله مشهوره، يعني لو انت ممكن مش عارفها ولا حاجه ممكن تتشيك اب على اليوتيوب هتلاقي في كذا حد بيوصل الحاجه دي. اوكي طيب بعد كده هبتدي استخدم البروجرام اللي اسمه ميني كوم. لو انت مش عندك ممكن تعمل سودو اي بي تي جيت انستول ميني كوم، ده حاجه شبه البوتي بتدي له الديفايس بتاعك. فانا الديفايس اللي متوصل عليا دلوقتي يعني كيو اس بي تي تي ال متوصل على يو اس بي 0. طب انا اعرف الكلام ده منين؟ لو انا عملت دي مسج هتلاقي في الدي مسج اول لما توصل اليو اس بي تي تي ال بتاعك هيقول لك هو متوصل على ديفايس رقم كذا، فانا من هنا عرفت ان انا متوصل على تي تي واي يو اس بي 0. طيب فبالتالي هقول له ان انا اشغل الميني كوم على التي تي واي يو اس بي 0، وبعد كده هبتدي ارن ادي باور للراسبري باي زي ما احنا شايفين هنا كده. واكوردنج لده هتلاقي المفروض في الكيرنل مسج بتبتدي تظهر اهو، ده اليو بوت اللي شرحناه قبل كده، ودلوقتي هو بيستنى الست سكند اللي كنا ظبطناهم قبل كده، وبعد كده هيبتدي يطلع على الايثرنت. كويس الكابل الايثرنت انا موصل هنا كابل الايثرنت، مش عارف مش باين في الكاميرا اهو، كابل الايثرنت واخد اي بي، وببتدي اطلع على التي اف تي بي سيرفر واخد الكيرنل وابتدي اخد الديفايس تري باينري اللي كنا عملنا الكلام ده قبل كده في سيشن اليو بوت. ودلوقتي اهو فعلا ده الروت فايل سيستم بتاعي اللي احنا كريتناه. حابب بس انوه لكام بوينت مهمه، هو انا ازاي اخلي انا دلوقتي موصل الايثرنت اللي انت شايفينه ده موصله باللابتوب، فدلوقتي كده اللابتوب بتاعي شغال كانه اكسس بوينت او كانه هوت سبوت يعني للراسبري باي. فازاي الكلام ده تقدر تعمله من خلال اوبونتو؟ اكشلي ان انت هتخش في السيتنج عادي خالص بتاعه النتورك، وتروح على السيتنج دي وتقول له استخدم الوايرد نتورك على انه شيرد تو اذر كمبيوتر. يعني بالتالي هو لو عنده نتورك او عنده اي بي السيستم اللابتوب بتاعي واخد اي بي هيبتدي يعمل له شيرد. شيرد مش هو هيديله نفس الاي بي، لا هيديله سب اي بي منه. فعشان كده قدر الراسبري باي يطلع على الجهاز بتاعي انا ويبتدي ياخد مني خليني كده افكركم مع بعض، ياخد مني اللي موجود في التي اف تي بي بوت اللي راح ياخد الزي ايمج دي وراح ياخد الديفايس تري باينري دي. طيب هتيجي تقول لي طب انت ازاي خليته البي سي بتاعك يبقى عنده سيرفر اسمه تي اف تي بي؟ هتلاقوني برضو هحط في الديسكريبشن، انا شكلي قفلتها. اوكي خليني افتحها احسن. كاستمايز اوبس كاستمايز نوتس اف تي بي سيرفر. اكشلي انا سطبت حاجه اسمها في اس اف تي بي دي، ده سيرفر بتسطبه وبعد كده بتكاريت الفايل ده، بعد كده بتتاتش سوري بتكاريت الدايركتوري دي ده، وبعد كده بتكاريت الفايل ده وبتكتب الكابشن ده جوه الفايل، وبعد كده بتبتدي تعمل التي اف تي بي بوت وتدي له بيرميشن فور يعني فور يوزر والاذر والكاستمر واليوزر والاذر والاونر، بتدي له طبعا ايه 3 سبعات، وبعد كده عملت تشاون بس للنو بادي، وبعد كده عملت ريستارت للسيرفر. يعني ثم هاو ده عباره عن لينكس ادمنستريشن بتخلي الجهاز بتاعك يتحول ل اف تي بي سيرفر عشان خاطر تقدر تقي راسبري باي. هو دلوقتي كده كده اوريدي راسبري باي، تعالى على الراسبري باي
لو انا جيت على الراسبري باي وعملت اف كونفج، هل لسه في اف كونفج؟ ما فيش اف كونفج. طيب عندنا اي بي، اه في اي بي، خلينا نقول اي بي مثلا داش ايه، عايزين نقول اف كونفج ايثرنت 0 اب. اه تمام، بعد كده نعمل اف كونفج اهو الايثرنت هنا. سوري، انا بعمل ايه؟ اللي واخد الاي بي ومظبط الاي بي والحوارات دي كان اليو بوت، لما ظبطنا الادرس في اليو بوت والكلام ده. فاليو بوت احنا ساعتها كنا ظبطنا الاي بي ان هو كذا ويطلع على السيرفر بالاي بي كذا. السيرفر اي بي اللي احنا ظبطناه ده كان اكوردنج للجهاز بتاعي. يعني خليني اروح للجهاز بتاعي تاني واعمل اف كونفج هنا، هتلاقوا ان هو انا عندي ده اللي هو الايثرنت واخد اي بي كده غريب. ده الاي بي اللي انا بقولك عليه ان هو شيرد بقى، البي سي بتاعي واخد 10.42.0.1، وكان الراجل ده كان واخد 10 برضه 42 صفر رقم تاني، اللي هو عشان يقدروا يبنجوا على بعض. طيب ده كده كانت حته بس اليو بوت. ما كنتش شرحت وقتها ازاي تخلي الجهاز بتاعك سيرفر، فاكوردنج ليه احنا قفلنا الجي اديت. طيب ممكن نرجع نفتحه تاني. اكوردنجلي الكابشن ده هتقدر تخلي الجهاز بتاعك على انه سيرفر، ويقدر ساعتها اليو بوت يطلع ويجيب الفايل بتاعه بشكل عادي. طيب خليني نلعب شويه اكتر ويبقى الموضوع انترستنج اكتر. احنا اتفقنا ان الديفايس درايفرز كلها بتبقى موجوده جوه سيس. تعال نعمل ال اس كده، فعلا ده في حاجات اتكريتد جوه سيس. لو عملنا ال اس سلاش بروس، في فعلا بروسس تحت سلاش بروس. خلي بالك انا ما حطيتش الحاجات دي بايدي، الحاجات دي اكوردنج للران تايم والسيستم بيقوم بيبتدي، واكوردنج برضو ان هو شغال دلوقتي بيبتدي يحط المحتوى ده جوه الفايلات دي جوه سيس وبروس. ذاتس واي ان الفايلز دي كلها اوريدي موجوده. طيب خلينا نخش، يعني انا اوريدي جوه سيس، خليني اخش جوه كلاس وعملت ال اس. هتلاقي في حاجه انها اسمها الجي بي اي او. الجي بي اي او ده ديفايس درايفر معمول في اللينكس عادي خالص، وعايز يحط هو فايلات، بيحطها فين؟ هيحطها قلنا تحت سلاس سيس، وهو كاريت كلاس ويحط جواها جي بي اي او. تعال نخش جوه جي بي اي او واعمل ال اس. عندي حاجه اسمها اكسبورت وجي بي اي او تشيب 0 وجي بي اي او تشيب 504. دلوقتي لو انا رجعت على الراسبري باي بين، انا اصلا موصل الليد اللي انت شايفينها قصادكم الصفرة دي، موصلها على البن رقم 26 جي بي او 26. طب وده هيفيدك في ايه؟ هوريك هيفيدك في ايه. لو انا عملت ايكو 26 على الاكسبورت وعملت ال اس كده، تعال نشوف ايه اللي طلع. كريت لي فولدر جديد اسمه جي بي اي او 26. مين يا جماعه اللي بيمانج الكلام ده؟ يعني ازاي تروح تكتب في اكسبورت فاليو يكريت لك فايل اسمه جي بي اي او 26؟ مين اللي بيعمل الكلام ده بيهايند سين؟ ده الديفايس درايف، ده اللي انا بشرحه في بلاي ليست ايزوليتد تماما على الامبيدد لينكس. فبالتالي لو انا دخلت جوه جي بي اي او 26 ده، هتلاقي جواه فايلات. مين اللي بيعمل كل الكلام ده؟ برضه هترجع لنقطه ايه؟ الديفايس درايف. طيب لو انا فتحت الفايل اسمه دايركشن ده، هتلاقيه ان هو معمول باي ديفولت البنايه دي از انبوت. فانا هاجي اقول ايه؟ ايكو والله اوت في الفايل اللي اسمه دايركشن. لو عملت له كات تاني، هتلاقي فعلا ان هو اتحول لايه؟ لاوتبوت بن. طب وده هيفيد في ايه؟ هيفيد لو انا عملت ايكو واحد على الفايل اللي اسمه فاليو، هتلاقي الليد بتاعتي نورت زي ما احنا شايفين. لو عملت ايكو صفر، هتلاقي الليد بتاعتي طفت زي ما احنا شايفين. فانا بالتالي ممكن اعمل ايه؟ بلينك بالشكل ده. فطبعا مش ميك سنس ان انا اقعد اعمل الكلام ده مانولي. فبالتالي السيشنز الجايه هبتدي اكتب فايل سي واكمبايله ككروس كومبايلر، وبعد كده ارفعه على راسبري باي بحيث ان هو يخلي الليد دي تبلينك كل ثانيه، وبعد كده نخلي بقى الابلكيشن ده بتاعي يترن اكوردنج للران تايم وانس ان السيستم سوري اكوردنج للبوتنج تايم وانس ان السيستم قام يشغل الابلكيشن ده اوتوماتيكلي. فبالتالي يجي من هنا بقى فكره الامبيدد لينكس، ان انت عم كاستمايزد اللينكس سيستم بتاعك والاوبريتنج سيستم كلينكس، عملت له كاستمايزيشن بقى كسواء كان ايفن اف كتول تشين كيو بوت كبوت لودر يعني، او الكيرنل او البيزي او الروت فايل سيستم، انت عملت كده كاستمايزيشن، بعد كده بتبتدي تقوم الابلكيشن بتاعك. خلينا نشوف الكلام ده ان شاء الله السيشنز الجايه.